الأهم دايما بالنسبة لنا بيبقى إيه؟ دايما الأهم أخبار النادي الأهلي بالنسبة لكل الجماهير اللي بتتابعنا، الجمهور الأهلاوي بالتحديد، وأنا عارف إن في جماهير أخرى منتمية للأندية مختلفة يعني بتتابعنا دايما، وكل احترامنا وتقديرنا للجميع، لكن إحنا دايما بنهتم بأخبار النادي الأهلي وده شيء طبيعي ومعتاد. أخبار النادي الأهلي طبعا بعد ما الفريق فاز في ذهاب الدور التمهيدي الأول أمام فريق اطلع بره بنتيجة 4-0 في مباراة جيدة نسبيا بالنسبة للنادي الأهلي من حيث الأداء، أو في أحسن من كده بصراحة، طبعا في أحسن من كده دي حقيقة، نتيجة معقولة، نتيجة معقولة كان ممكن تبقى أضعاف طبعا النتيجة اللي خرجت بيها المباراة، طبعا كانت ممكن، لكن في كل الأحوال أنت بتبتدي يعتبر موسم جديد، بتبتدي تحديات مختلفة هتمر عليك على مدار الأيام القليلة جدا المقبلة، فكان مهم أن أنت تكسب، وكسبت 4-0 ومباراة شهدت تألق عدد من اللاعبين وشهدت مكاسب كتيرة جدا، الهدف اتحقق بالفوز والمكاسب كمان كانت أهم، وفي الحقيقة أبرز هذه المكاسب وأكيد حضراتكم واخدين بالكم من هذه الجزئية بشكل كامل في ظل طبعا متابعتكم دايما لفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي. من ضمن المكاسب أحمد الشيخ مثلا، أحمد الشيخ قدر أنه يحرز هدف جيد جدا. بالمناسبة مستر لاسارتي مقتنع جدا بأحمد الشيخ، ولاعب عنده إمكانيات مميزة قوي قوي، بقى له 4 سنين تقريبا في النادي الأهلي، كان بيقابله سوء حظ دايما، بعض المباريات لما كان بينزل ما كانش بالمستوى المطلوب في الحقيقة يعني، لكن الفترة دي واضح جدا أن أحمد الشيخ مركز، مش من الفترة دي بس، من معسكر أسبانيا مستر لاسارتي مقتنع بإمكانيات اللاعب، وأحمد الشيخ كمان بيكافئ مستر مارتين لاسارتي بهدفه الرائع في مباراة اطلع برة في الهدف الأخير بالتحديد، فيعني أكيد أحمد الشيخ من ضمن مكاسب النادي الأهلي في هذه المباراة. من ضمن أيضا المكاسب المهمة جدا 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 وهو حسين الشحات، هتقولي ما حسين الشحات ابتدى يستعيد مستواه بداية من مباراة المقاولين العرب، ماشي، هقول لك ان الاهم الاستمراريه، واضح ان في استمراريه في مستوى حسين الشحات، واضح ان اللاعب تحرر من الضغوط الكبيره جدا اللي عليه، كانت بسبب الضجه اللي كانت على انتقاله من نادي العين الاماراتي لنادي الاهلي في شهر يناير الماضي والمبالغ اللي اتدفعت في حسين الشحات، لكن واضح ان النادي الاهلي دفع هذه المبالغ في صفقه مضمونه، حسين الشحات صفقة مضمونة ومهمة جدا بالنسبة للنادي الأهلي وبيتألق مباراة تلو الأخرى، وأعتقد هيكون أحد نجوم الموسم الجديد في الكرة المصرية. من ضمن كمان المكاسب وليد أزار، وليد أزار بيعود للتهديف وبيعود للتألق، بعض الكور أضعها من وليد أزار يعني ده بيحصل، وهتكلم بالتفاصيل عن وليد أزار كمان شوية بالتحديد لأن في كلام كتير جدا على أزارو، لكن يعتبر هو من ضمن المكاسب المهمة للنادي الأهلي من هذه المباراة. في المجمل في الحقيقة عندنا قائمة كبيرة جدا ومميزة جدا من اللاعبين الأكثر من رائعين،